وفي نفس الإطار البرنامج اللي طالع عليه بكل اهتمام
رمز اللي في الحقيقة مشرف لمن يتدخل. ولقيت السلسلة في معي الأخ عبد الله بكر الساكنة ديال واد الذهب موجودة في مدينة قام بهذا العمل الجبار والذي انتظرناه لسنوات داخل المجلس والذي كان دائما أسئلة مطروحة اليوم وبعد هذه المدة الأولى نجد بين أيدينا هذا البرنامج الذي قدمه وسير عليه مجموعة من الإخوان داخل المجلس سواء كانوا أعضاء أو كانوا موظفين والذين أبانوا عن علو كعبهم لهذا العمل. حقيقة لمسناها من خلال ما عرض علينا وما بين أيدينا من وثائق هي تبين هذا العمل ديال الإخوان الجاد والمسؤول طبيعي الحال لأنه كيف قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم إما مخصوص هذا العمل ولكن في جميع الحالات تبقى أرضية وتبقى واحد البرنامج اللي يمكننا أن نخدموا عليه وهو بمثابة كيف تيقول واحد خارج الطريق أو طابور الطبور للعمل ديالنا لكن ما تبقى هذه الولاية. أكيد كذلك أن هذه الإخوة والأخوات الذين عملوا بواحد النوع ديال نقرة الذات وواحد العمل المتواصل أداؤه من خلال كذلك ما سمعناه أنه تم انعقاد 36 اجتماع وحضرته أكثر من 970 من الإخوة والأخوات من مختلف شرائح هذه المدينة بمعنى أن هناك كذلك واحد التواصل وإشراف كذلك ممثلي في المجتمع المدني ديال الساكنة التي تعتبر هي العمود الفقري لهذا البرنامج. كذلك لابد أن ننوه بهذا العمل الذي قاموا به الإخوان ديالنا من خلال أن هذا العمل ما كلفش الخزينة والمالية ديال البلدية أي سنتيم. الوقت هو اللي ذكرته بين الرئيس وذكرته بطريقه ما هي شوف التدخلات والجزر الذي المجرمين حتى لا يتكلم في الموضوع ولا يتكلم بشي مقترحات مهمه ولا شيء صالح حتى ترجع المهم السلطه ثم سلطة المجلس أن حق تحبسوا وتقولوا رانا كفشت على الموضوع وتوقفوا عن حد وهي صلاحية ديال يا غير حد يتكلم كلام مهم ويا اقتراحات مهمة ما يا الله ينطمع وينقالوا القانون راه لا للخانعين والمجرمين ما هو يطبق على الناس اللي هي عندها أفكار وجاي للنقاش ومثل الساكن هذا قمر وهذا ما يتواصل وله يا الله. وين يدخل السيد الرئيس السيد الباشا السادة تقريبا كل المصالح المركزة على صعيد الإقليم بطبيعة الحال التي تعمل في انتقال وانسجام مع الجماعة بل الأكثر من ذلك بأن فريق من مكتب مسير الجماعة انتقل إلى الشركاء أو إلى المصالح التي نعتبرها شريكا اساسيا واستراتيجيا للمجلس ونذكر على سبيل المثال الوكاله الحضريه للاموال الذهب والمحافظه العقاريه قسم التعمير على مستوى الولايه اضافه الى مديريه الاملاك المخزنيه. هذا بطبيعه الحال كما قلت فضلا عن الاجتماعات الماراثونيه التي خاضها الساده اعضاء المكتب مع المصالح الاداريه كمال عكداوي المادة إذا تعرف السلك تقبلوني المادة ما كانت تجتمع المادة ما كانت تجتمع يجتمع رئيس مجلس البلدية ورئيس الجماعة مع المصالح اللي جايين يسلمهم البرنامج كانت يعرض البرنامج على الاتجاه وقالت عنه 30 يوم قبل العقد الدور هذا القضية أخرى هو الكلام الكلام هو كيف نشوف السلطات المحلية هي كتعمل نسيت هذا الشيء وجماعات محلية وخاصة خاصة ثاني دوما في المعطلات. حصل
واليوم بغيت نعرف بالضبط شكون اللي مكلف في الدار في هذا المجلس، لان مشكل زعما سبب لنا واحد الارتباك خطير. وهو مثلا الوقت اللي كانت تشن فيه الحديقه احنا واقفين، ومع الاسف الشديد كانوا جوج نواب الرئيس راهم حاضرين معنا وحاولنا باش نتصلوا، اللي اتصلنا به قال لك انا ما عرفتش ما عرفناش شكون اللي غادي يعرف. وبقينا واقفين في البر شي واحد الوقت قال لنا الحديقه تشنات، زعما هذا انا استغربت منه كثير. ما عرفتش شكون اللي بمن غادي نتواصلوا باش نعرفوا شنو هما. عندنا بروغرام خدينا، ولكن ذاك البروغرام ما محترمش، داروا لنا الساعه السادسه جينا حنا بقينا واقفين في البرد ما كاين حتى والو. هذا من جهه. كاين من جهه ثانيه كما قلت بالنسبه للبرنامج كان ما احترمش، اذا سبب واحد ارتباك. وكاين سميتو واحد الحاجه النقطه اللي لاحظتها ان في هذه الزياره كان غير اكثريه ديال المستشارين، وهذا زعما قدام الناس راه حشومه، خاص المستشارين كلهم يكونوا حاضرين باش كل واحد لان هذا مشروع كيهمنا كاملين كمستشارين وعاد كيهم المدينه ديالنا. كنجمع الاعضاء والوسطاء والتعصبات استمعوا للاراء ديال المعارضه، ما هي ملزمه لكم يقدر اعطونا الخاطر وصلتونا الله يجازيكم بخير. اعطونا الخاطر حنا نعبروا على راينا، ولكن ما هو الزام وانتم عندكم اغلبيتكم بصحتكم اسوا شرعيه واسوا غير شرعيه، المهم واجبه كاينه وحنا ما صافي اذا نزلنا فيها ما عندنا نسال ولا عندنا فيش. يا غير بعد عاتب مفروض علينا لا اله الا الله، يا غير بعد صمت ولا رانا خذلتم. انا كان عندي تعقيب وين وحصت ولا كامل مشيت للتصويت. انا بعد تدخلات ديال المكتب بعض الاعضاء ديال المكتب ولا كذا غزي عند المحاضر عندنا كذا احنا قاعدين نقدس ساعتهم معاه، يا غير الطريقه اللي تعدلوا مش عندنا اخرى قاعد نقتنعوا باللي والله ما نقتنعوا باللي صوتوا عليه ولا ما صوتوا عليه. انتم قاعد صرتوا عندنا محاضر قولي شارة توارك فرحة المحاضر راهو فيك وكذا نقول لك راهم عندي محاضرهم شنو هي توارك وشنو هي راهو مش تضمن هذاك اللي راهي راهي المحاضر اللي عشق المحاضر اللي بغيت نردد فيش كاع راهي ولا كاين المحاضر عندها كاملهم شنو هي هذه؟ ما هي النتيجه؟ النتيجه العبره بالتواريك والعبره بالالتزامات وصدق الحديث تكلمتوا عنه. احنا جايين بنفس صدق الحديث، انتم تقولوا الحديث وتجيبوا لنا انتم عندكم اغلبيتكم الله يجزيكم وما وصلتونا اللي من خرج الصواب قول له الرئيس انت راه خرجت الصواب وهذا ما هو يرضى، واللي من صاد الصواب الصمتون قول له انا صاد الصواب. لا تقول لا بالعين كحله كامل اللي تكلم منه لا ما يوصلنا انتم والله ما شاف ولا يتدخل والله راه ما شاف ولا يرى صمتو اتصلوا انتم بيدكم لا تقول لك انا كامل نشوفكم هذا نشوفكم انتم عندكم اغلبيتكم الى اعتبار انتم تصمتوا لراهم وتقولوا من اللي صالح تقولوه احنا مستعدين نشاركوكم ولو عندكم نوايا كتبان لا الاقصاء ولا تهميش وهذا ما نطلبوا منكم انتم غلبتوا بصحتكم وبطل المجلس بصحتكم. يا غير عندنا احنا اراكم معارضه وانا تحترموا وجهنا وتحترموا ارائنا وما نحترموكم احنا راك تحترموكم في السن ونحترمكم في سيدكم اعضاء ديال المكتب ونكرموا هذاك الاحترام ديال السن. هذا الشيء شفت انا ما قد حد يحتمل ولا يقدر يطعم. وشكرا سيدي الرئيس.